قول عناوين اخبارنا عشان عندنا تقرير استقبال مستر كوبر ن ن ن يعني نبدا حلقتنا عشان نقدر نستفيد بوجود بالوقت وبوجود مستر كوبر معانا. وائل جمعه ازمه معتمد مع جريده انتهت بدون عقوبات. بعثة الاهلي تصل المغرب وميران خفيف استعدادا للمغرب التطواني. اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري حتى الجولة 33. أمن السويس يوافق رسميا على تأمين مباراة الزمالك والفتح الرباطي. العزب يجتمع بمرتضى منصور بعد غياب طويل عن تدريبات الزمالك. سيسي ينفي شكوى الزمالك للفيفا بسبب مستحقاته المتأخرة. مصطفى فتحي يعود للتدريبات الجماعية للزمالك. معسكرين لمنتخب مصر في مايو ويونيو استعدادا لمواجهة تنزانيا 14 يونيو. جهاز المنتخب يطرح مبادرة لإقامة لقاء تنزانيا على استاد القاهرة بحضور الجماهير. ياد المعادي ينسحب من مواجهة الأهلي في دوري السوبر بعد اقتحام الألتراس. مش عارف هنخلص من القصة دي امتى. رسميا الجبلاية تقاضي التلفزيون لاسترداد 30 مليون جنيه من ديون البث. القصة دي يا جماعة يعني قصة بقى بدأت تخش في مواقف شائكة. يعني التلفزيونات النادي الأهلي رفض مباراته الأخيرة مع الأسيوطي إنها تتذاع. القنوات ما بتدفعش اللي واخدين سبع أندية برضو ما بيدفعوش لأن الدوري وقف والمعلنين حصلت مشكلة وقصص وحكايات. الدنيا راحة فين؟ الله أعلم. وزير الرياضة مركز شباب الجزيرة يستضيف تدريبات المنتخب بعد افتتاحه. هنرجع تاني لأيام العز في مركز شباب الجزيرة ونرجع تاني للمنتخبات تتمرن على ملاعبها جنب اتحاد الكورة المنتخب. يبقى قريبين لا يروحوا بقى كده ولا ياخدوا لهم ساعتين عقبال ما يروحوا استاد القاهرة ولا تبقى في مشكلة. وده طبعا عايز اقول له حضراتكم المنظر اكثر من رائع من فوق كوبري اكتوبر لما تبص على مركز شباب الجزيرة زمان. ولازم نحيي المهندس خالد عبد العزيز في الحقيقة وزير الشباب والرياضة. هذا الرجل اللي بيشتغل يعني في بعض الاحيان انا بختلف معاه لكني في النهاية بحبه جدا وبقدره وبقدر واثمن على عمله لانه بيشتغل وعمل انجاز. عمل انجاز الحق يتقال. عمل انجاز وانجاز كبير. تعال اتفرجوا المنظر. اولا يعني عمل شغل في وقت زمن قياسي رائع جدا. وفي نفس الوقت ما فيش بقعه احنا كنا بنبص عليها ونقول ايه المنظر الوحش ده الا لما هو خد باله منه من البقعه دي وخد باله من المكان ونظف المكان وظبط المكان. تعالوا اتفرجوا وانتوا ماشيين. يعني الناس اللي بتتمشى من على كوبري اكتوبر وتتفرج على مركز شباب الجزيره من فوق حاجه رائعه. انا ليا الفخر ان انا عملت عضويه بمركز شباب الجزيره في الحقيقه بهذا الشكل. الواحد يروح يجدد العضويه بتاعته حاجه فعلا تفرح. طيب احمد رؤوف يعتذر للمصري عن عدم استكمال الموسم بسبب ظروف اسريه. يعني احمد رؤوف واضح ان هو خلاص بيفنش. يعني ممكن السنه دي يخلص ويعني يتجه الى حاجه تانية خالص غير انه يلعب كوره او يبدا الموسم القادم ويشوف الدنيا رايحه فين وبعد كده. لكن في النهايه اعتقد ان احمد مش هيكمل. مافيا المراهنات نزاهه برتغاليه الحكومه الاسبانيه تحد من المراهنات الالكترونيه حبس لاعب ماليزي. دايما بنفكركم بالماتش فيكسينج او التلاعب بنتائج المباريات دي. النشره اللي بتجي لنا من الانتربول والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في برو بتجي لنا نشره دائمه كل اسبوع عن التلاعب بنتائج المباريات في جميع انحاء العالم. احنا بعيد؟ لا مش بعيد. عندنا تلاعب طبقا للاحصائيات والحاجات اللي بتتقال عندنا لكن مش ممسوك. ليه؟ لان احنا ما عندناش اجهزه تمسك التلاعب بنتائج المباريات. ما عندناش حد بيراقب، ما عندناش حد بيشوف، ما عندناش اتفاقيات، ما عندناش حاجه خالص. فبتمنى باذن الله ان شاء الله
ان وهناقش الموضوع ده في قانون الرياضه مع الدكتور اشرف صبحي باذن الله الاسبوع القادم. عندنا حلقات مهمه جدا الاسبوع القادم عن قضايا مهمه جدا ان شاء الله هقولها لحضراتكم تباعا. طيب دي كانت عناوين اخبارنا. طبعا حان الوقت لاستقبال المدير الفني للمنتخب المصري مستر كوبر، ونلتقي بيه وجهزوا بقى اسئلتكم على صفحتنا على الفيسبوك اللي هنبقى حاطينها دائما وابدا على شاشه التلفزيون وعلى شاشه القاهره والناس، عشان تتواصلوا معانا وتسالوا كل ما تريدونه من مستر كوبر، وايه طموحكم معاه وايه اللي انتوا عايزينه وانتوا شايفينه هيعمل ايه، والقصه في وجهه نظركم ايه هتمشي ازاي. خلينا نستقبل ضيفنا العزيز بعد هذا الفصل.